لكيانك لكياني ليه جمعني معك مخضع لك. شام الذهبي تأخذ أولاد طليقة فائق حسن وتسفرهم بعيدا عن والدتهم. الأم تنفعل وتبكي بسبب أصالة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت أولاد الشاعر العراقي فائق حسن من طليقته الممثلة وعارضة الأزياء العراقية علي وآدم، إلى جانب أولاد زوجته الحالية الفنانة السورية أصالة نصري من طليقها المخرج والمنتج السوري أيمن الذهبي. وظهر أولاد أصالة ومارتا في الصور أثناء سفرهم إلى إسبانيا، حيث ظهروا معا في الباص ثم في الطائرة، وبدا الجميع سعداء بهذه الرحلة. وكان أولاد أصالة نصري وأولاد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن اجتمعوا للمرة الأولى على الإطلاق منذ فترة، حيث أمضوا نهارا عائليا على متن أحد اليخوت الفخمة. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تظهر الأجواء المميزة إذ كانوا يستمتعون بوقتهم. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مودنا. وكانت مرتا حامد قد خرجت عن صمتها فيما يخص علاقتها بطليقها وزوجته منذ أيام، مدعية أنهما دخلا منزلها خلسة، بالإضافة إلى تلميحها بأن فائق وأصالة ينويان أخذ أولادها منها. وتحدثت مارتا خلال مقابلة مصورة مع الإعلامي إلي باسيل عن دخول طليقها وزوجته أصالة إلى منزلها دون علمها، وذلك أثناء تواجد الأولى في لوس أنجلوس. وأضافت أن فائق وأصالة أمرا بإزالة أغراضها، لتتفاجأ عند عودتها إلى دبي بأن لا أغراض لها في المنزل بهدف ترحيلها منه. وتابعت مؤكدة أن أصالة تنوي الإقامة في منزلها لأنه أكبر من المنزل الذي تعيش فيه حاليا في دبي، خصوصا أنه باسم فائق حسن، لكنه تركه لمارتا لتعيش فيه مع أولادهما بحسب قولها. انتهكوا بيتي، ما في حرمة للبيت، فائق وأصالة ما بيعرفوا أنه في قانون. من جهة أخرى، كانت أصالة قد تعرضت لانتقادات حادة بعد إعادة غنائها لإحدى أغنيات التراث الكردي دون ذكر مؤديها وملحنها الأساسي بحسب ما ذكرت صحيفة الحرة. ونعتت الصحيفة في مقال لها أن هذا التغاضي إن دل على شيء فهو يدل على الجهل بثقافة ومعارف وفنون وأدب مجتمع وجماعة أهلية كبيرة كانت تاريخيا جزء من البلد الدولة التي تنحدر منها الفنانة سوريا.